السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شباب اليوم احنا طالعين رحلة صيد وياكم، نشارككم هاي المتعة وياني، متعة صيد السمك. هذا المقطع طبعا جاي اصور لكم اياه من بغداد من نهر دجلة، فتشوفون المنظر هناك قد حيل قدامكم مثل ما تشوفون. شوفون ذولا هناك صيادة جاي يصيدون، ما اعرف اذا واضحين عندكم. لا اي شباب، فاليوم مثل ما قلت لكم شوفوا هنا البيوت جد حلوة. طبعا هذا المكان ببغداد، فجيت لهذا المكان ذاك اليوم نصبت بيه شبك. صاحبي قال لي في سمك، هذا لان شوفون صوت حركة هنا مال السمك يلعب هنا بالشمبلان. والله ما صدقت اني، سبحان الله نصبنا شبك. فنصبناه قبل هيك وقت، يعني تقريبا الساعة بثلاثة الظهر بثنتين، طلع مليان شانك الشبج. فطلع هذا المكان شباب، هنا يجي شانك على كل هذا، مو كله شمبلان، فتشوفون يصعد منه من الشط يجي هنا ياكل الشانك، شانك وكاربي. فدبينا سنارة وصدنا، والله خير من الله، يعني كاربي صدنا وصدنا شانك. فاليوم صار لي مجال، يعني اليوم ما عندي شيء، جيت هسه الوقت شوي، يعني تقريبا بالخمسة، بالخمسة وربع صارت. فاعتقد شباب شوي انا لكم شوف هنا سمك قل، لان هذا على الحر يجي، هذا شلونك يحب المي الدافي، فشوفي مي غرب الدنيا ينزل، فحركته تقل. شباب شوف هذا ابو الجسك هنا مثل ما اشوفه قدامكم من نهر دجلة، وان شاء الله رزق على الله. انا مديت هسه الشبك، صورت مقطع وما انحفظ، ما اعرف ليش ما انحفظ، فمديت هذا الشبش مثل ما تشوفوا قدامكم. شوف ذن الفلينات، هذا الشبش رايح اللي غاد، مديته بنص الشمبلان، مو مشكلة خلي يطلع شمبلان بالشبش، بس اهم شي يكون يعني ان شاء الله هو رزق على الله، يكون نصيد لنا سمكات زينات. فخليكم ويانا شباب، وان شاء الله نوافيكم بالصيد. شوف هاي صادت هاي الفلينة، شوف هذيك ثالث وحدة جاي تلعب، ما اعرف مبينه بالتصوير ما مبينه، ما اعرف صادت، اكيد صادت شانك، لان هذا هنا هو شانك. هاي الثانيه شوفوها قامت تلعب، ما اعرف تبين بالتصوير بس ما جاي تبين عندي. فهسه خليكم ويانا شباب، وان شاء الله راح نبقى هنا في الساعه نص ساعه، شوف شو وقت لا ما تغارب الدنيا، نلم الشبك وان شاء الله الرزق على الله، وان شاء الله نصيد. خليكم ويانا ان شاء الله نوافيكم بالصيد. اي شباب رجعنا وياكم. فشباب قلنا هسه، قلت هسه قبل ما تظلم الدنيا خلا لم الشبك، لان اذا ظلمت الدنيا بعد التصوير ما يطلع واضح. شوف هذا المنظر اللي قدامكم، هذا دجاج مال مي هنا يلعب وياكل، هذا هنا رابع الحشيش، شوف هذا الحشيش هناك الهواي، فيربى بيه الدجاج مي، يعني ما عليه اذيه. شباب هسه ان شاء الله راح نلم الشبك، هذن عند هنا دقن كربات، انا متاكد من عندهم صادن، ما اعرف بعد الشبك الباقي ما يبين، وعد بنهايه الشبك منك شوفون وين ذاك الغرب اللي جاي، اذا يبين عندكم ذاك البطل بالموي. لعبه السمكه كبيره، يمكن دقت بالشبك وعدت، لان احنا دائما هاي بالذب عندنا مرات شبابيط يدقن ويعدن، هاي العين مالته ما تتلبس، العين صغيره مو على قد راس السمكه، فما تتلبس بالسمكه، يعني اذا هي مرزوقتك تتلفلف بالشبك الا الغزل الناعم. فشباب خليكم ويانا، وشوفوا هسه راح نخلي ان شاء الله، راح نخلي التليفون هنا بهذا الجلاس، ونخليه بهاي الوضعيه مثل ما تشوفون، ونحاول ان شاء الله قدر الامكان نطلع لكم التصوير واضح. شباب خليكم ويانا هسه ان شاء الله راح نلم الشبك، ان شاء الله هذا الشبك راح نلمه والرزق على الله. شباب احب اقول لكم شغله، شوف تراني نصبت الشبك بنص الشمبلان، لان دائما اذا تنصب بمكانات هيك يعني فارغه مثل هاي هسه شوفوها قدامكم، هاي ما اعرف تطلع، ما اعتقد المي بالمي يعني المي شمبلان ووسخ ما يصير، انت دائما وين تنصب شبكك بنص الشمبلان، يعني بنص الحشيش بنص، لان هو السمك يصعد يسرع ياكل بالحشيش، فيصير صيدك اكثر، هو الرزق على الله ان شاء الله. خليكم ويانا شباب ان شاء الله، ما اعرف اذا التصوير راح يطلع واضح، خلينا نشوف شوي هيك.
عمود التصوير عشان يطلع واضح. ان شاء الله هسه راح نلم الشبك، ان شاء الله الرزق على الله. يا الله شباب، هذا هنا بنص الشمبلان، هو مثل ما قلت لكم. شوفوا الشارع وين، شوف هاي هنا ما شاء الله ذن اثنين صاير طبعا مثل ما تشوفون ذن بالتصوير قدامكم. هاي هنا عندنا صاير وحده زينه والله كبيره، بس تعال على كيفنا وياك. اي شباب شوفوا هاي شلون، هاي خوش شانك ما شاء الله. هاي هنا هم عندنا وحده، مو مشكلة الشبك يطلع بيه شمبلان، لان بس يتنظف اهم شي نصيده. هاي هنا همين عندنا وحدة، هاي هنا صايد خير من الله ان شاء الله. شباب شوف سبحان الله، هاي بنص الشمبلان واو. شوف شباب هذا هنا ما شاء الله ذن ثلاثة جاية. بس ان شاء الله يلا ان شاء الله خير من الله. شوف شباب انا ما شاء الله عندنا ثلاثة جاي طبق هنا. خربت السالفة، شوفوا التليفون وقف، ما اعرف. خليكم هسه ان شاء الله رجعنا لكم. شباب مثل ما تشوفون ذني عندنا هنا اثنين
عندنا هنا. شباب ما اعرف اذا التصوير واضح لان هنا عندنا اثنين ماسك بدور لان مثل شباب خلينا نرجع عليه ورا لان هاي الوضعية هنا صارت شوية تشتق لازم نرجع عليه ورا نخلص الشبك بس يكون التليفون ما يوقع يظل التصوير عندكم واضح شباب شوف هاي نرجع عليه ورا شوية عمول شينا هذا الشبك نطلع من الشمبلان ولا نرجع شوية بعد أحسن نبدا نخلصه ونلم الشبك براحة هذا هنا تشلف هواي الشبك خليكم يا شباب هسه شوي بس شباب هاي السمكه ذي الساعة الكبيرة قلت لكم عليها هنا لعبت غربت بالشبك هنا أنا بس راحت هاي لان هذا غسل رفيع يجوز لو شقت لو عدت مثل ما قلت لكم هذا شوي خلنا نرجع هيك احسن على التصوير عندنا يطلع واضح هاي هنا عندنا صايد وحده ما شاء الله هاي هنا عندنا هم صايد وحده له لان اثنين اي شباب هسه خلصنا الشبك شباب بعرف اذا التصوير يطلع واضح او مو واضح اعذروني لان تعرفون شفت الوضعيه قدامكم انا واحد بالبلم فما اسيطر يعني اصور وتصوير يطلع واضح هواي فان شاء الله يطلع تصوير ان شاء الله زين ويعجبكم
شباب شوفوا هذا مثل ما تشوفون ان شاء الله خير من الله. لاني هذا كله هواي هنا شوفوه خير من الله. هذا مثل ما تشوفوا قدامكم شانك، شوف هذا كله جوا شانك، هذا هنا ما شاء الله، وهذا عندنا لي جوا هواي طلع بي، يعني خير من الله سمك. وان شاء الله التصوير يعجبكم. شباب انا احب اقول لكم على شغله، انا عندي كانت قناة قديمة ما اعرف، خلينا نسولف شوي على السريع لان المقطع راح يطول. شباب قد عندي قناة على اليوتيوب قديمة اسمها الصياد ابراهيم خزال، فهاي القناة تركتها من 2018 والله شوية مرت بيها ظروف حيل صعبة، يعني صار تقريبا سنتين ثلاثة من ظروف، يعني نقول الحمد لله والشكر عدت وراحت وان شاء الله هسه الوضعية زينة. فشباب عفتها وانكسر تليفونها من راحت وناس الايميل والباسورد والذن مالتها، فسويت قناة جديدة وما اعرف اذا ارجع اصلح ذاك التليفون لحد الان انا ضامه، اذا اصلحه وانشر هذا المقطع بذاك وانشرها بهاي القناة الجديدة. ان شاء الله اذا طلع لكم هذا المقطع لا تنسونا من الاعجاب والاشتراك بالقناة، ان شاء الله هذا تحفيز ودافع عمود ان نقدم لكم هواي ان شاء الله مقاطع صيد، مو بس هذا المقطع، يعني انا عندي هواي يعني هواي طلعات للصيد، وانا يعني هذا تشوفون عندي بلم والماكينه اليوم ما شادها، وان شاء الله نستمر وياكم وان شاء الله التوفيق من الله، تحياتنا لكم.